محتاجين اليومين دول يبقى واحد واقف في العالم وماسك العالم بتاعه ويقول انا مصري. محتاجين حد يقف يبيع مصر بره، يبقى صورة محترمة لمصر. احمد حجاجوفيتش، احمد لف لغايه دلوقتي 107 دولة. في الظروف الصعبة ديت بيجي حد يسأله يقول له هي مصر اخبارها ايه؟ هي مصر عاملة ايه؟ هي مصر دي لسه حلوة؟ انا نفسي اجي مصر، نفسي اجي اشوف مصر. الراجل ده على رجله بيروج لمصر كلها بره، بيعمل شيء جميل، ان ازاي فرد ممكن يغير صورة امة، صورة بلد. الراجل ده لسنوات طويلة واقف جنب البلد من غير ما حد يقول له انت فين. فاحنا ان الاوان ان الراجل ده بالرغم من وعود كثيرة من الدولة وغير الدولة والاخره، هذا الرجل واجهة محترمة لينا. مجلات وجرائد كثيرة جدا في العالم علشان كانت مصر تظهر فيها كانت ممكن تدفع ملايين عشان تظهر فيها. وفي الوقت ده احنا محتاجين احمد حجاجوفيتش اكتر من اي وقت تاني، محتاجين صورة مصر. احنا اتفقنا على ان احنا كل اسبوع نحاول نجيب حد، بدل ما بنقعد نقول البلد بايظه والبلد معكوكه والبلد، هنجيب حد متخصص فاهم يقول لنا الوزاره دي لو انا مسؤول عنها اقدر اعمل 1 2 3 4، زي احمد كده ما بيقول. يعني احمد ده يستحق يبقى وزير سياحه لانه عنده 1 2 3 4 5 تتحل المشكله. يعني حجاجوفيتش اجدع منه. طب انا اطالب الصديق العزيز حجاجوفيتش بانه يتقدم باوراقه للسيد رئيس الجمهوريه لكي تصير يا حجاج، مش بقى حداد، عايزين، انا عايز حجاج بقى بالطريقه دي. حجاج شاف بلاد اكتر من اللي شافها حداد، وتقابل مع رؤساء وزارات وزعماء ورؤساء اكتر من اللي شافهم الحداد، واعتقد علاقته بيهم افضل بكتير لانها مش علاقه مصالح. فيبقى كده حجاج هو وزير الخارجيه بتاعنا، او يبقى هو مسؤول الملف الخارجي في الرئاسه. في نبائنا الأخيرة، حط رحالة المصري حجاجوفيتش في العاصمة الصينية بكين هذه الأيام ليرفع علم بلاده فوق بقعة جديدة من بقاع العالم الذي يجوبه بقاراته الخمس. نتابع هذا الشاب الحيوي ومحطته الحالية الصين. My guest today is 27 years old and has been traveling around the world since 2007. He has visited 93 countries already and plans to visit every country on earth. He believes that his travels will bring more understanding across the globe. Welcome, Ahmed. Welcome. A young Egyptian peace activist is spreading his message to every corner of the globe, drawing public attention. He has arrived in Korea on the latest leg of his amazing journey. And in the studio, we are joined by Ahmed Hagagovich. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Thanks Welcome for joining to the studio. Us. El lago este. Go, go, go. Dream, believe, and go. I would love everyone in Estonia to follow his dream because it is physical in the universe. This is easy. معانا شخصية عايز نتعرف عليها اسمها أحمد حجاجوفيتش اللي أول رحالة مصري. مثال يحتذى به تعالوا كلنا نحييه ونسمعه وهو بيحمسنا. تحية لأحمد حجاجوفيتش. ازيكم يا مصريين؟ وصلت الحمد لله مصر بعد لما لفيت 107 دولة في العالم ماسك العالم المصري. عشان ان شاء الله باذن الله التاريخ كله يقول ان اول واحد يروح كل دوله في العالم هو مصري. كل مصري يرفعوا ايديهم. يا جماعه انا عايز اوصل لكم ان كل واحد عنده حلم لازم يمسك فيه، كل واحد عنده حلم ما يخليش اي حد يوقفه. عايزكم كلكم تمسكوا في حلمكم، كلكم تحلموا. Dream, believe, and go. احلم، احمي حلمك وانطلق. عشان كلنا نقول لمرسي ارحل.